بالعودة إلى السيد سليم عويس من عمان، مسؤول مكتب إعلام يونيسيف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيد سليم أهلا بك. قبل أن ينقطع الاتصال كنت قد سألتك، يعني بظل هذه المناشدات التي تتواصلون بإطلاقها بضرورة إيقاف الحرب، بضرورة إيقاف أو إجراء ممرات آمنة لإيصال ما يمكن إيصاله من المساعدات إلى الأمم المتحدة وكذلك إلى الجهات الفاعلة، ما الذي توصلتم إليه؟ ماذا قدمتم أو ماذا قدمت لكم الجهات الأممية من مساعدات؟ نعم، نحن نستمر في التواصل مع جميع الجهات الأممية وشركائنا على الأرض أو في الخارج. ما قدمنا هو يعني القليل من المساعدات لمستشفيات والمراكز الصحية لتستطيع أن تستمر بمساعدة الجرحى والمرضى الأشد حاجة في خدمات منقذة للحياة. للأسف هذه الخدمات هي قليلة جداً مقارنة مع الاحتياج الكبير على الأرض. لذلك يعني ما نستطيع أن نفعله الآن هو أن نواصل الدعوة، نواصل التواصل مع جميع الأطراف بأن يجب على جميع الأطراف أن يتوقفوا عن القتال، يجب على المجتمع الدولي أن تحرك لتنفيذ هذه الهدن وتكون فعلا يعني ذات صورة وطبيعة تسمح لعمال الإغاثة بالتحرك وتسمح للأطفال والعائلات بالوصول إلى أماكن تقديم الخدمة بأمان دون الخوف على حياتهم. طيب سيد سليم، هل ما زلتم متواصلين مع مكاتبكم الإقليمية في مكاتب اليونيسيف عفوا في السودان؟ هل ما زال مكتبكم في السودان يعمل وماذا يعني قدم لكم من معلومات؟ نعم، يعني كما الجميع يعرف موظفين تم نقلهم لأماكن أكثر أمانا. الآن يعني نحن نواصل العمل من خلال وجودنا في بورت سودان وهناك مكاتبنا الأخرى التي تنتشر عبر السودان في المناطق اللي التي لا تشهد قتال. نعم لا تشهد قتال عنيف. في هذه المناطق نستطيع أن نقدم بعض الخدمات من تغذية، من خدمات الصحة، خدمات المطاعيم. ما زلنا نقوم بذلك في الأماكن التي يسمح بها الوضع الحالي بالعمل. الوضع صعب، ما نسمعه من داخل السودان أو حتى من خارج السودان من الزملاء الذين يعملون في دول المستضيفة للاجئين يعني هو وضع صعب، يجب علينا جميعا أن نتحرك، ولكن يعني لا أستطيع أن أكرر كفاية أن على الحرب، على العنف أن يتوقف. نعم. ذلك هو السبيل الوحيد ل قدرتنا على مساعدة الناس في السودان. نعم، كنت معي من عمان السيد سليم عويس مسؤول مكتب إعلام يونيسيف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.